قال إني أعصي الله ولا أستطيع أن أمسك نفسي عن المعصية، فهل لا دللتني على أمر يمنعني من المعصية؟ قال لا، لا أعرف شيئا يمنعك من المعصية، ولكن إذا أردت أن تعصي الله فأعصيه حيث لا يراك. قال غفر الله لك، وأنى يكون هذا والله لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال الله يراك وتعصيه؟ قال أعطني ثانية. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في أرضه وأعصيه في غيره، تعيش في أرضه وتعصيه، أعصيه في غير أرضه. قال الأرض كلها لله. قال تعيش في أرضه وتعصيه؟ هذا لا يليق. قال أعطني الثالثة. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه وتأكل من رزقه.